مرحبا جميعا، اليوم رح أعطيكم كم كلمة تركية نحن بنستخدمها بالدارج أو بالمحكة، ويعني مثل ما بنعرف إنه السلطنة العثمانية حكمتنا 400 سنة من القرن السادس عشر لأوائل القرن العشرين، وهيدا أدى لتبادل كثيف بين اللغتين. خلينا نقول أكيد التركي عطى كتير للعربي والعربي عطى كتير للتركي، بس اليوم التركيز رح يكون على الكلمات التركية باللغة المحكية طبعا. فخلينا نشوف كم كلمة مع بعض. مثلا أول كلمة عنا إياها نحن منقول بالأفندي باللغة المحكية، هي جاية من التركي أفندي. تاني كلمة باش أو باشا نحن منقول باللغة العربية، وهي جاية من باش أو الرأس. مثلا باشا أو باشا معناتها هو الشخص اللي بيترأس الناس أو بيترأس الشعب أو قيادة أو مجموعة معينة. الكلمة التالية هي خانم باللغة المحكية وجاية من هانم بالتركي. بيرجع عنا كلمة نيشان كمان جاية من التركي. بيرجع عنا نحن منقول باللغة العربية أورتا، وأورتا معناتها جاي من التركي أورتا، وهي تعني مجموعة من الأشخاص. بيرجع عنا كلمة بابور بنستعملها نحن باللغة المحكية. بابور من وين جاي؟ جاي من فابور، وهي كلمة جاية أصلا من لغات أوروبية، مش معروف بالضبط إذا فرنسي أو تلياني، وجاي من فابور اللي هي السفن أو القطارات اللي بتمشي على البخار. بكل بساطة صار اسمها بابور باللغة المحكية. بيرجع عنا كلمة بركة جاية من بلكي، نحن بنقول بركة أو بلكي. كلمة يافطة كمان جاية من التركي. بصمة بنستعمل كلمة بصمة جاية من بصمك، بصمك بالتركي يعني يضغط بأصبعه الواحد. بيرجع عنا كلمة باردي، باردي بالتركي، بالعربي المحكي هي برداية لكنها جاية من التركي باردي. كلمة بويا، قديه بنستعمل كلمة بويا بالمحكي وهي جاية من بوي، بوي يعني لون. بيرجع عنا كلمة طنجرة، وطنجرة جاية من التركي تنجري. الكلمة التالية هي تنبل، قديه بنستعمل كلمة تنبل جاية من تنبل بالتركي. بيرجع عنا كلمة رف، رف بالتركي رف. كلمة جمرك جاية 100% من التركي وبتعني وبالتركي جمرك. بيرجع عنا كلمة بوز، بوزة أو مبوز أو مثل البوز، مثل بوز التلج بنستعمل كلمة بوز اللي نحن بنستعملها بالبوزة بالتركي بتعني تلج، بوز بتعني تلج. بيرجع عنا طابور، طابور جاي من التركي طابور اللي هي كمان مجموعة من الأشخاص مثل صف أشخاص ورا بعض. بيرجع عنا كلمة لمبة، لمبة جاية من التركي. كلمة تالية هي عفرم، باللبناني عفاك أو بالسوري عفارم، عفارم عليك جاية من التركي عفرم. بيرجع عنا كلمة برواز، مثلا كلمة ميزة جاية ميزة من بالتركي جزدان، جزدان. صنارة تأم، تاكم بالتركي شنغان. بيرجع عنا كلمة أوضة، لأنه بالعربي هي غرفة، أوضة نحن بنستعملها باللبناني جاية من التركي أوضة. بيرجع عنا كلمة صوبيا، لكن مثلا كلمة تنك، تنك بنستعملها كتير جاية من التركي تنكي. كلمة أزان، كلمة ششما، كلمة مثلا جزمة جاية من التركي تشيزمة. بيرجع عنا شنتين، كندرة،
كندرة، دبوس كمان كلمة تركية، أورما بظن بالتركي كافورما بس ماني مأكد 100%، كمان كلمة تركية. طاووق جاية من طاووك بالتركي، شيش كمان، سجق جاية من التركي سوجوك، كلمة سادة سادة بالتركي، تمبك نفس الشي، توتون أو التوتون. هلا عنا مجموعة الكلمات اللي بتنتهي، نحن بنستعملها باللغة العربية، بتنتهي ب جي أو جي بالعربي. خلينا نشوف بعض هول الكلمات. مثلا عنا كلمات قهوجي، أو اللي هي كمان عائلة معروفة بلبنان، جاية من التركي كهفجي، كهفجي أو صانع القهوة. هلا هي هيدي السفكس الجي أو جي بالتركي معناتها معلم أو محترف بشيء معين. مثلا كلمة دكانجي جاية من التركي دوكان، دوكانجي يعني هو الشخص المحترف أو المعلم في بيع السلع. مثلا دكانجي، كندرجي كمان جاية من كندرة بالتركي. عنا كلمة جوهرجي. هلا كمان بدنا ننتبه انه هول الكلمات مش كلها تركيه، كلها مش كل هول الكلمات تركيه، في منهم عربيه الاصل ولكن زدنا هيدي الجي كرمال نحولها او كرمال نعمل لها ادابتيشن على اللغه العربيه. مثلا كلمه جوهرجه لانه جوهره كلمه عربيه مش تركيه، جوهرجه، امرجه، نسوانجه، مهربجه، ملوفكجي. يعني نحن اللبنانية كتير كنا كرييتيف، صنعنا هول الكلمات زدنا عليهم الجي اللي هي جاية من التركي، ملوفكجي، مصارعجي، مزعبرجي، باتونجي، بلطجي إلى آخره. لكن هول كانوا الكلمات. إذا بتعرفوا أي كلمات تانية زيدوها بالكومنت بوكس، هذا بيكون شيء كتير انترستينج تنكبر نوسع قد ما فينا عدد الكلمات. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وبشوفكم بفيديو تاني إن شاء الله.